بعد ظهور نتائج الامتحانات للمراحل كافة، تتصدر محافظة صلاح الدين على نسب الرسوب. طلبة المدارس بيّنوا ما عاشوه في أبنية مدارس غير صالحة وفساد تربوي تعليمي أدى إلى نتائجهم الامتحانية هذه. يعني أكيد يصير عندنا نسبة رسوب عالية بسبب الفساد في مديرية التربية، كلها رشاوي برشاوي، عندك فلوس تنجح ما عندك فلوس ما تنجح، المدارس مهدمة ونسبة التعليم فاشلة، هذا واقعنا وهذا حالنا. تنطي فلوس تنجح، ما تنطي فلوس ما يدخلوا، كان درجاتك ضعيفة وأصبحت كلها وجيهات. يعني مدير مدرسة ابن أخوه طالع بخمسة دروس، ما الشغل، قال ما يدخل ما الشغل دخل، قال لا تجي تمتحن، ما الشغل دخل، دفع فلوس نجح. أولياء الأمور وعلى الرغم مما يبذلوه من جهود خاصة ودورات ودروس تقوية لأبنائهم، أكدوا أن ضعف الكوادر التدريسية واحتيالها في إيصال المادة حصرا في الدروس الخصوصية هي السبب الرئيس. أعلى نسبة محافظة صلاح الدين وشبابنا ولدنا كلهم يدرسون أرقى الدراسة ويدرسون دروس خاصة، لكن المعلمين بعض المعلمين وبعض المدرسين والأساتذة يدرسون المادة ما ينطوهم يا المدرسة وما يوصلون المعلومة الصحيحة، يقول لهم تعالوا ندرسكم بالبيوت. أنا بنتي أوديها للمعلمة مال الإنجليزي وتنطيها أرقى المعدل، لكن الفلوس فول لايت فلوس. قبل ما كان عندنا تدريس خصوصي، هسه كله مدرسين خصوصيين وبفلوس، ومدارس أهلية أو بفلوس، ومدارسنا تعبانة، البنى التحتية بكل مدارسنا تعبانة، ومدارسنا تدريس عندنا كله فاشل. نتيجة طبيعية الأولى فسادا أن تكون الأولى بنسب الرسوب، فالفساد المستشري في المؤسسات التربوية وضعف البنى التحتية أسباب أدت إلى هذه النسبة. من صلاح الدين فراس الحسن، قناة التغيير.